بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي القسم الأول من أقسام هذا المتن المبارك وهو المسائل الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام على بيخ أمر مدورسن. Geçen sapağımızdan ama birinci meselesini şu kitabı için alayan birinci mazmunun birinci bölümünü geçtik. Dört tane mesele var adam. Naam. وقلنا هذا المسائل الأربع الدليل عليها سورة العصر. Şu dört tane mesele قرقدما شدو دور ثان مسألة دليلنا ما قرآننا أثر ثرثنا ولا بد أن تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربع حكماني ثورة أوذ نفسنا نعمت ملي شو ذات لرا يرني ترك مكلوشين نفسنا بس ملي العلم برنجسي ألم المقلغة أولا ثم العمل ثانيا إكنجسي عمل اتمكلك ثم الدعوة ثالثا أتنجسي دعوة اتمكلك ثم الصبر على العلم والعمل والدعوة ثورة نعمة صبر etmeklik, ilim almaklığa ve neyme davet etmeklik, amel etmeklik ve davet etmeklik. Ve zekarna anna sabr ala thalâfeti aqsam. Ve aydık geçtik neyme sabr etmeklik üç görünce bölünüyor. Sabrın ala ta'atillah. Allah Teala o adette sabr etmek. Ve sabr an ma'siyetillah. Allah Teala'nın haram eden günah işlerini etmezlikte sabr etmek. Ve sabr ala akdarillah. Ve Allah Teala'nın kader eden zatlarına sabr etmek. الآن نبدأ في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب وهو المسائل الثلاثة. إني كتابımızın şu 5 tane içine alayan mazmunu ikinci bölümüne başlayacağız ve o 3 tane kname asıl. المسائل الثلاثة قبل أن نبدأ فيها نعرف التوحيد لأنه قد يسألنا السائل هل أنت موحد؟ تقول نعم. ما هو التوحيد؟ نعم. Şu mesele başlamazdan ön biz neme sonra görüyoruz. Neme zat tevhid? Tevhid diyen zat neme? Sen ne muvahhid bolsan sen cevap vermeli. Neme deyip aytmalı. نعم التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد دي مكلك نعم الله تغلاني يكلمك الله تغلا وعدة مكلك نعم ده شو الأش سان توحيدن قرنوش إنه الله تغلا وعدة لردا الله تغلا خاص بولن دينه شنون إدب بليان إيشلرنا الله تغلا دان ثورة مكلك و الله تغلا اسم و güzel adları ve sıfatlarını Allah tağallandırılmak. Naam. Hada ma'nan tevhid yenqasim ila thalathati aqsam. Bu dediğimiz neyme tevhid üç bölümü bölünüyor. Tevhid ar-rububiyye. Tevhid rububiyye. Tevhid ar-rububiyye huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alih. Tevhid rububiyye diyenimiz neyme Allah tağallan ediyen işlerini Allah'ını birlemek. Yaratmak, rızk vermek ya Allah zatları da Allah tağallan ديان إيش لنا نبرلمك؟ نعم، أن الله سبحانه هو الخالق والرازق، نعم. الله تعالى نعم بذيارة جي، الله تعالى بذرزق برجي، شرطات لردا نعم بالله أرتق شرق قش ملل الله نبرلمني. نعم، الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إكنجي أرنشي ألوهية التوحيد نعم، أوعد التوحيد. Allah Teala'nın vacip eden buyurun hiçbir avadatına yani umumu bize Allah Teala'nın buyurun avadatlarına hiçbir görünüşünü Allah'dan gayrıya neme sarf etmeler. Allah'ını avadatta birlemek. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Üçüncü ثمنهم الله تعالى قدر أعطاره وصفاته. هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات له أسماء وصفات خاصة بالله سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. نعم ديث. üçüncüsü Allah Teala'nın güzel adlarına sıfatlarına birlemek dediğimiz neyme Allah Teala'nın güzel adları ve dinle şunu değişikli sıfatları var. Biz nəmə deyiz? Şul zatlar Allah Teala heç bir mahluğu mengzetmezden Allah Teala'nın güzel sıfat adlarına iman ediyiz ve şul zatlarda şirk koşamıyor. نعم بأن نثبت لله كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. الله تعالى أذن قرآننا أيضا أعطلر بلن هو أذن بارد أيضا صفاتلرن بذن أمد يس تأكيد ديس إدل شلو ريالن پيغمبر مدن حديثلرن صلى الله عليه وسلم حديثلرن أيضا الله تعالى واردك أعطلر وصفاتلرن بذن أمد يس تأكيد ليس والشل ذاتلري هكماني صورت شرق قسميس. نعم وكذلك ننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إيدل شلوري علم نما الله تعالى دن بيك لياس الله تعالى أذني ناهي لك سبطنر دن
پاکلان مرثا بدم ایدل شلو ریال الله پاکلیت ایدل شونگ آلم پی خمری صلی الله علیه و سلم الله تعالی نعم ذات لردن پاکلان مرثا بدشونی شل نغثان لقلردن نعم دیت پاکلیت نعم الان نتكلم عن هذه المسائل الثلاثة. المسألة الأولى أستاذ مثل وارد أقول لالين برنج مثل المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات برنج مثل الذنامة بذ الله تعالى ربوبية توحيد النواء الله تعالى قدر ثبت وعاتلاري توحيد النبر لمك. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يمكن أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم. إكنجتي الله تغلى أوعد التبرلمك، الله تغلاني أوعد التبرلمك دي دو مدنامة، هيج شيلك الله دن غيري، فريشتة ولثن، فيغمر ولثن، صالح آدم ولثن نامة، ولي ولثن، هيج كما، هيج شيلك غورنشتة أوعدتن، هيج بر غورنشني ثربت ميت، كل أوعدت الله ثربت يس. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، لابد أن نبرأ من الشرك وأهله، لا نكون من المشركين بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب إقرار واعتراف واعتقاد أن كل ما على الكفار كفر وضلال. نعم. نعمد ياث بإقرار ياث يرومز بلن توحيدي نعمد يرومز بلن إقرار ياث وبذ شركتن دسلس يا شركتن باكلن ملي حق ماني ثروت يروم ملن سن شرك دن داشلاس مالي و ثذون ملن شرك ثذرني شرك شرك إلجك سن ثذري عيت ملل و إيد شون عالم عمل لرن ملن إديان حركت لرن ملن نعم شرك دن داشلاس مالي حق ماني ثروت براءة باللسان أن تصرح باللسان أنك لست من المشركين سن حق ماني ثروت شرك دن داشلاس مكتي دلمز ولا نايلك بذ ايديات بذ مسلمان بذ شركتن داس ادمنر بذ مشرك دالب ايديات كذلك بالجوارح لا تشارك الكفار في اعياد في احتفالات في طقوس اني اديان عمل لمز ولا نايل داس الشاس يعني مسلمان القاع برادمنر ولا نايل بذ بليليش مياس شلورون شرك يا بول مثلا كفر بايرام شلقلرولن bilenlerin şolar ulan bile bolmayar biz olardan öz hareketlemezlen hem taşlaşyaz en qasam en nas fi taamul ma'a al kuffar ma'a al mushrikin ma'a al yahud ma'a al nasara ma'a al majus ila tarafayn wa wasat biz näme adamlarla qatnaşık etmeklikte näme iki tarafı bölün biz ortalıkta bolyasa üç sanak bölme bölünüyor. Şu neyme adamlarla ara katnaşık etmeklik, musulmanlar, kapırlar bile neyle ara katnaşık da olmaklık. Kısım yeteaddi alel kuffar bil qatil ve sebb ve şetim ve akhzil amuan. Birinci görünüşü neyme kapırların üstüne çözmek, kapır adamın neyme malını almak, ya bulması sövmek, urmak diyen zatları. Nâ. Ve kısım yuşarik al kuffar fi iadim ve ihtifal hatta tazın anna vahid minhum. İkinci görünüşü kapırlarla bile geriye hatta fikir ediliye şu adam kapır mı kadip kapırların bayramçılığı milliye kapırlarla bile oluyor neyme ediyen bu haram şirk işlerine de koşuluşa şolurla koşuluş geriye hatta diyecek derecede bu şolurdan mı kadildirecek derecede şolur yalgatına sığa diyen adamlar var. Nعم o kısmı etevassat ve huvel hak. Ve üçüncü bölüm üçüncü bölümdeki adamlar neyme ortalık oluyoruz. Biz bu kaptana da ol kaptana da gitmeyiz. Biz ortalık ağırlıkta neyme ağırı katına çıkıyoruz. Yafilü kuffar bil uhud la yeteaddi aleyhim la bil qatil ve la bil sebb ve la bil şetim ve la bil akhzil amuad. Biz hiç şeyle musulman değil kapır adamları neyme diyoruz. Mallarına ya canlarına sürünmeyiz. Mal canlarına elde girmeyiz. Sövmeyiz, urmayız. Ve ma'a hâda لا يشارك الكفار في عياد في احتفالات في تقسم لتميز عنهم. إدل شو الوقت أذن ندنا مديث بذ أولرون بايرام سلقلرنا أولرون عادت لرنا قوشلش مياس قارلش مياس أولرولن بذ نعم أذن أذ يول مذولن بولي بوليس يدعوهم إلى الله ينصح لهم الله تعالى عن يول ندعودت دعودت ملي أول آدم لرنام بذ أولرون نسيخت برملي يتعامل معهم في البيع والشراء biz olurlar neme sevda satık işlerini yerine getirip biliyaz sevda satık işlerini yerine getiriyaz na'am vallahu a'lam